هل تسمعون صوتي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وبعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. وها نحن نلتقي في مجلسنا هذا لنستكمل ما توقفنا عنده من بيان للقراءات في سورة البقرة، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وأظن أن تكلمنا عن قضية الوقف على ولدا هاهنا، ولماذا لم يضعوا عليها علامة الوقف اللازم، وقلت بأن وجهة نظرهم أن استعجال التنزيه أولى، والتوهم غير موجود من وجهة نظرهم. وقلت بأن تلك الآية الكريمة ورد فيها قراءتان: قراءة بإثبات الواو وقالوا، وقراءة بحذف الواو قالوا اتخذ الله ولدا. ولا يخفى عليكم أن وجود الواو تعني أن الجملة التي بعدها معطوفة على كلام قبلها، والعطف يقتضي المشاركة في شيء ما. إذن على قراءة الجمهور بإثبات الواو وقالوا، فالواو هنا تعطف على من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فتحكي ضربا من أفعالهم أو من أقوالهم الشنيعة التي قالوا بها. فقد زعموا أن الله تبارك وتعالى قد اتخذ ولدا، فالله تبارك وتعالى ينزه نفسه هاهنا. والذين قالوا اتخذ الله ولدا اليهود والنصارى والمشركون، كما حكى القرآن الكريم في أكثر من موضع. والله تبارك وتعالى يبرز شناعة هذا القول وبشاعته في سورة مريم. في سورة مريم نجد عجبا في عرض هذا القول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه أو ينفطرن منه. السماوات بما فيها من قوة وبما فيها تكاد تنفطر، أي تنشق بسبب هذا القول. تكاد السماوات يتفطرن منه
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يعني الجبال بقوتها وبعظمتها وبما فيها فتخر هدا من هذا القول، مجرد قول، لكنه يعني تصوير لشناعة هذا القول، أن السماوات تكاد تنفطر منه، والأرض تنشق، والجبال تنهد أي تنهدم. فسبحان الله رب العالمين، قول لكن فيه بشاعة وفيه قبح، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقيل إن السبب في قولهم هذا هو مولد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بلا أب، فقالوا إذن هو ابن الله طالما. ولذلك وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فاليهود زعموا أن عزيرا هو ابن الله، والنصارى زعموا أن المسيح هو ابن الله. والله تبارك وتعالى قد بين تلك القضية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، بل إن خلق آدم أعظم. فإذا قلتم بأن عيسى ولد من أم بلا أب إذن هو ابن الله، فلماذا لم تقولوا ذلك في آدم؟ وآدم الذي هو أصلكم وأصل آبائكم إلى آخره، خلق بدون أب ولا أم. فالله تبارك وتعالى قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المهم نعود لقراءة إثبات الواو، تكون الجملة معطوفة على الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها، فهؤلاء من أقوالهم الشنيعة أنهم قالوا اتخذ الله ولدا. يضيف الله إليهم هذا القول دليلا على شناعتهم في الفعل وفي القول، وعلى قراءة حذف الواو تكون الجملة استئنافية، قالوا اتخذ الله ولدا، كأن الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم غير من منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كأنهم فئة أخرى. ماشي، يبقى إذن قالوا اتخذ الله ولدا، تكون الكلام استئنافي ولا تشير إلى عطف على ما قبلها. والله تبارك وتعالى رد على هذا القول الشنيع في تلك الآية الكريمة، سبحانه، ينزه الله ذاته العلية عن هذا الزعم الباطل، بل له ما في السماوات والأرض. وكونه تبارك وتعالى له ما في السماوات والأرض يشعر بكمال قدرته، وبأنه ليس في حاجة إلى هذا الولد، ولن يستفيد شيء من وجود ولد له على فرض أن له ولد. يعني لو افترضنا أن له ولدا، الولد في الدنيا بالنسبة لي الخلق أو بالنسبة للإنسان أنه بعد موته يحمل اسمه، فالله تبارك وتعالى حاشاه أن يكون
في حاجة لمثل هذا. إذن بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له قانتون. القنوت بالتاء تمام الخضوع والانقياد لأمر الله. طيب، الجملة إذن تفيد أن كل من في السماوات والأرض قانت لله، وقال الله في سورة الروم: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. طب كيف كل له قانتون، خاضعون منقادون، ونحن نرى الناس ليس الجميع قانتا لله، بل من الناس من هو قانت ومن الناس من هو غير قانت. ماشي. طيب، ها هنا قصد به القنوت القهري والاضطراري والقنوت الذي يكره عليه كل الناس، بمعنى أنهم لا دخل لهم فيه، فهو القنوت القهري. الله تبارك وتعالى يشير إلى قنوتهم القهري الذي، معذرة بلاش كلمة اضطراري، إنما قنوت قهري، أنا قلتها صحيح بس تراجعت فيها. فهو قنوت قهري، وهو قنوت أي خضوع وانقياد حالهم، خضوع وانقياد الحال، فلا يتخير الإنسان متى يولد أو متى يأتي إلى الدنيا، ولا يتخير والديه، وحاله يدل على خضوعه وانقياده لأمر الله. يأكل ومعدته تعمل وكبده يعمل وكل أعضائه تعمل، والشمس تشرق عليه ويرزق بأمر الله تبارك وتعالى، فحاله يدل على كمال خضوعه وانقياده. لكن الخضوع والانقياد القهري الذي لا أجر له، ولذلك قلت سابقا بأن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يدلل على الخضوع القهري والسجود القهري قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم، خلاص، ما احنا ألغيناه واعترفنا يا أختي، الله يبارك فيك. وكان سبق لسان كلمة اضطراري، احنا ألغيناه. فقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ماشي. طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. استدل على السجود القهري بظل الإنسان في الصباح وفي المساء. ظل الإنسان في الصباح، خياله في الصباح غير ظله في المساء، وأنت لا تملك ظلك. فإذا كنت لا تملك ظلك فهذا معناه خضوعك القهري لله تبارك وتعالى. ماشي. إذن هذا هو القنوت القهري، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالقنوت الاختياري حتى نؤجر عليه.
قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ها، وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، هذا هو القنوت الاختياري الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. وكان أول صفة مدح في خليل الرحمن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وكان صفة مدح في مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ماشي. إذن قراءة إثبات الواو عطفا على الذين منعوا مساجد الله، فقد قالوا هذا القول الشنيع الذي فنده الله في سورة مريم. وعلى قراءة حذف الواو يكون الكلام عام، لأن قالوا استئناف، فليست عاطفة أو معطوفة الجملة على ما قبلها. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ماشي. وأنا كنت قد تكلمت سابقا في فعل الاتخاذ، يعيننا جميعا على التدبر. الاتخاذ إذا رأيتيه في آية اعلمي أن الذي اتخذ هذا الشيء بذل كل جهده في سبيل هذا الاتخاذ. ماشي. يعني هم يقولون إن الله تبارك وتعالى، يعني من ضمن شناعة القول، الله اتخذ ولدا، يعني هو في حاجة الله، يعني بذل جهدا كبيرا حتى يتخذ ولدا. يعني هذا دليل على شناعة قولهم أكثر. ولذلك أيضا يوضح قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الناس يفهمون أن الجملة يا رب إن قومي هجروا القرآن، لا، تؤدي معنى أدق من كونهم مجرد هجر، وإنما إن قومي اتخذوا، يعني إيه، بذلوا كل جهد في سبيل هجره، بذلوا الجهد الأكبر في سبيل هجره. والله أعلم. الأخت تقول: نسأل لأننا كنا نستخدمه. الاضطرار هو لا مانع من استخدامه. ليه؟ لأنهم يسجدون مكرهين، نعم، مقابل الاختيار. لكن برضو يعني كأن الاضطرار، هناك من جعلهم مضطرين لذلك، إنما احنا بنقول هم قانتون لله دون فعل منه. يعني الأمر هنا يختلف، لأنهم قنتوا لله دون جهد منه، ودون أن يفعلوا شيئا حتى يكونوا مضطرين لذلك، وإنما حالهم هو الذي يدل على هذا القنوت، أي الخضوع القهري. فإحنا نجعله إيه، أدق، التعبير بالقهر هنا أدق من الاضطرار. ماشي. والله أعلم. عندنا بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ماشي، وقراءة ابن عامر ها هنا كن فيكون بالنصب، واحنا عارفين الكلمة وقعت في أكثر من موضع، وابن عامر يقرأ بالنصب في جميع المواضع إلا في موضعين، موضع في آل عمران اللي هو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذه يقرأها بالرفع كالجمهور، وأيضا في سورة الأنعام وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. خلي بالكم معي، كن فيكون بالنصب، لو قلنا بأن النصب بأن المضمرة بعد فاء السببية في جواب الأمر، هذا يصلح لو كان الأمر غير متعلق بالله سبحانه وتعالى، ماشي؟ ولذلك الذين يوجهون هذا التوجيه يقولون باعتبار لفظ الأمر، يعني احنا ننطقها كن كأنها ايه؟ كأنها أمر، ولكن هي في الأصل ليست أمرا، لأن يعني أفعال الله تبارك وتعالى لا ترتبط بزمن، يعني يقولون إذا هاهنا ينبغي أن نجردها من الزمن، وأيضا كن ليست في الأصل أمرا في المعنى، وإنما هي لفظ أمر فقط، والفاء التي دخلت على المضارع ليست تعقيبا ولا سببية، لأن هذا كله في أمر الله تبارك وتعالى ما يتطلب هذا، ما يتطلب أن نقول هذا الكلام أن الفاء فاء السببية وبسبب، يعني لم يكن التكوين إلا بعد الأمر بكن. طيب ماذا يكون؟ فطبعا قالوا في الآية ما يدل على أن الأمر موجود معلوم لله تبارك وتعالى، لكنه ليس معلوما لنا، ليس معلوما لنا، وإنما هي أمور يبديها ولا يبتديها سبحانه وتعالى، يعني في قوله فإنما يقول له الأمر موجود، دليل على أن الأمر موجود، فالأمر كما يريده الله سبحانه وتعالى. فقالوا نجري قضية النصب هذه على اعتبار اللفظ ولا نتعمق في المعنى، فإذا قلنا إن النصب جواب لهذا الطلب اللي هو كن، فلا يكون في مفهومنا ترتيب الأمور زمنا وترتيبا كما يكون في حق البشر، ماشي؟ طيب
ونصب المضارع هذا لو لم نقل بهذا كما قلتم، قالوا إن الفاء في أسلوب الحصر بإنما يضمر بعدها أن ناصبه، فإنما يقول له كن فيكون، واستدلوا بالموضعين اللذين لم يقرأهما ابن عامر بالنصب، لأنه لا يوجد أداة حصر ولا يوجد فعل منصوب قبلها حتى نقول إن المضارع نصب عطفا أو أنه نصب بأن المضمرة بعد الفاء في أسلوب الحصر بإنما. يعني الموضعان اللذان لم يقرأهما ابن عامر بالنصب أو لم ترد فيهما قراءة النصب، الحق هناك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلا يوجد أداة حصر هنا. أيضا في الأنعام، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، المضارع حتى الذي قبل الجملة مرفوع يقول كن فيكون، ولا يوجد فيها أيضا أداة حصر. لكن هذه المنصوبات فيها الحصر، فكأن النصب ليس بناء على أمر كن. ماشي؟ وهناك موضعان اللذان وافق الكسائي فيهما ابن عامر. الكسائي تقريبا وافقه في النحل وفي ياسين. في النحل وفي ياسين قبل الجملة مضارع منصوب. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهناك في ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذان الموضعان هما أقوى المواضع في نصب المضارع نظرا لوجود أكثر من دلالة على النصب. بالطبع لا نستطيع أن نجعل لقراءة النصب معنى وقراءة الرفع معنى على مفهوم المعاني التي نضعها، لأن الألفاظ هذه كلها للدلالة على سرعة الفصل في القضايا التي يريدها الله تبارك وتعالى. يعني كل تلك الألفاظ لتدل على سرعة الفصل في القضايا التي يريدها الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى قراءة الرفع كن فهو يكون، فمعنى ذلك أن التكوين ثابت فيه كما دلت عليه قراءة الرفع، والله أعلم. أسأل الله أن أكون وفقت لتوضيح تلك القراءة. نعم، والثبوت، فلأنها جملة اسمية فهو يكون جملة اسمية، استمرار وثبوت، فهو كائن لا محالة. أصل هو الكلام كله حتى من المفسرين أن هذا الكلام نجريه على ألفاظه فقط، على الألفاظ الموجودة، لكن كيفيته ونقول إن الفعل السببية فهو كائن بسبب كذا أو كذا، فهي لا ينبغي أن تكون. هو الوقف على الرفع
على الكلام الذي قلناه تعنت ما له داعي. ليه؟ لأن المقصود من تلك الألفاظ كما قلت لكم إفادة سرعة الفصل في القضية، وليس سيتكون الآن. فأنت، أنا أرى أن الوصل أفضل وأولى، على اعتبار أنك أنت تتعجل الإخبار بأنه كائن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ماشي، والله أعلم. يعني هذا ما أفهمه من خلال الكلام الذي طرحته. يعني واضح، هو يكون لها معنى على اعتبار لو أجرينا الألفاظ وأبعدناها عن المعنى، بس القراءة لا بد أن يكون لها دور في المعنى. ماشي، ولا يمنع من أن تكون يعني تلك القراءة نزولا على قاعدة أو على كلام العرب في جواز هذا النصب، حتى لو لم نقل إن فيها دلالة على المعنى. والله أعلم. ماشي يا جماعة، بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يطمئن الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن مهمتك محددة وواضحة، وبالتالي لا تتعب نفسك مع هؤلاء، فأنت لا تسأل عنهم، هم أصحاب الجحيم، وحكم الله عليهم بأنهم أصحاب الجحيم، فأنت لا تسأل عن هؤلاء. وبالتالي كما قال الله له في آية أخرى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أو لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى ما أراد أن يكون إيماننا قهرا. لو كان الإيمان قهرا ما كان هناك أحد خرج عنه أبدا ولا قيد أنمله، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. يعني آيات كثيرة، لكن الله تبارك وتعالى أراد للإيمان أن يكون له اختيار، يعني إنك أنت يكون اختيارا من الإنسان وعن قناعة. ولذلك مهمة البشر مع البشر هي الدلالة والإرشاد، أن تدل وأن ترشد وأن توجه. أنت يا أخي لا تملك أن تهدي أولادك، يعني أولادك في البيت لا تملك أن تهديهم. نوح لم يملك أن يهدي ولده ولا امرأته، يعني امرأة نوح وامرأة لوط، ودي من حكمة الله تبارك وتعالى أن القلوب بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فأنت لا تملك، طالما أنك لا تملك لا تتعب نفسك إلا بأن يكون جهدك في حدود الدلالة والإرشاد والأخذ بالأسباب. أنت تأخذ بالأسباب، والله تبارك وتعالى هو الذي يوفق من يشاء. يعني سبحان الله، يعني الإنسان
يرى أناسا في هذا الكون، شاب يخرج كده في بيئة تكاد لا تصلي، ويهدي الله بها يعني أقواما. كيف نشأ هذا، أو كيف نشأت البنت إلى آخره. وأظنني حكيت لكم قصة الرجل الذي قابلته في المدينة وعنده ابنته التي كانت سببا في الأخذ بيديه في هدايته في نهاية عمره. تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ حتى تتعلموا في دعوتكم. هي باختصار، لأني أنا ما أذكر يعني هل قلتها هنا عند الأخوات، إذا طيب تقريبا في 1421 كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت أنا وأحد الزملاء لنذهب إلى المكتبة، والمكتبة في نهاية المسجد في آخره، ونحن ذاهبون إليها رجل واضح عليه الوقار وكذا، المهم جالس وحوله بعض الناس كأنه يشرح لهم شيئا ما، ففوجئت أنه أرسل بعد أن ألقيت عليه السلام ونحن مارون عليه، ففوجئت أن أرسل خلفي واحدا يقول الشيخ يريد أن يسلم عليك ويتعرف عليك. فرحبت ورجعت له وسلمت عليه وجلست. فدعانا أحد الإخوة الأفاضل هناك على العشاء في بيتي وذهبنا. فبدأ هذا الرجل بالضبط كده حديثه معي كالآتي، يقول: كان قد وصل سني 57 سنة ولم أركع لله ركعة، ولا كان الإيمان في قلبي، ولا هناك رب، ولا هذا الكلام إطلاقا. وقال لي يعني كنت مليونيرا، وكان يعني الفلوس كثيرة، وكل المعاصي التي تخطر على بالك والتي لا تخطر فعلتها. يقول: ربي من علي بابنة لي، بنته وصلت الثانوي كده، ويقول: هذه البنت أنا كنت أتعجب كيف ربي هداها في بيت ما يعرف صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا عطفا على فقراء. فتلك البنت كانت يعني أحب البنات إلى قلبي، فقالت لي يوما: يا أبي، أنت لماذا لا تصلي؟ أنت تدخل، الله يكرمكم، الحمام في الصباح، خرجت صلي ركعتين الصبح، وأنا حتى سمعت المشايخ يقولون أنك إذا صليت الصبح نظرا لمشاغلك وكده فيكفيك. فيقول: كانت تستيقظ في الصيصن عندما تشعر بي وتجلس في الصالة، أنوي الصلاة، هي تدخل غرفتها لما تتأكد أنني بدأت، أنصرف وأمشي، ما يكمل صلاته، لأنه يقول أنا ما بصليش أصلا، هذه ما هي صلاة يعني، أنا خلص أنبسط أنها مشيت. فيقول: وجهتني إلى الصدقة والإنفاق، فكنت ألبي طلبها بقوة حتى بس تبتعد عني، أسرة ظروف كذا كذا أريد لهم 1000 أعطيها 5000،
كذا أعطيها، وأنا لا أعرف الصدقة ابتغاء وجه الله ولا كلام هذا، أنا بعطي بس عشان هي تسكت. ثم بعد فترة قالت لي: يقول المشايخ لازم تصلي العشاء، لأنك إذا بدأت يومك بالصلاة وختمته يغفر الله لك ما بينهما بإذن الله. فالمشكلة، ويقول المشكلة إن البنت تنتظرني وتجهز لي العشاء وتكرمني غاية الإكرام، يعني كانت معي ذات يعني كده صلة قوية وود. أنا أقول، ما أقول حكاية كده للتسالي، لا، لنتعلم ونستفيد. فيقول لما نعم، كأن النت كان قد أخرجني. ستسمعونني الآن؟ الحمد لله، عدت بفضل الله. فتقول أو يقول هو: فالبنت قالت لي: ما رأيك أن تذهب لتؤدي عمرة؟ ففكرت في الأمر فقلت: والله هذه فكرة رائعة. وسألت عن أفخم الحملات وكذا، وقلت لها: أنت معي. لكن يقول: أنا برضو ما في ذهني لا كعبة ولا زيارة مسجد النبي ولا شيء من هذا، ما في شيء في دماغي. جهزت كل سبل المعاصي التي أفعلها، جهزته معي وأحضرته معي. وصلنا، يقول، أول ما وصلنا المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، فقال أصدقائي: هيا إلى الحرم لصلاة المغرب والعشاء، خلاص الوقت أزف. فقلت: طب أنا يعني كيف أهرب منهم؟ فقلت: أذهب. فأخذت ابنتي، ونحن سائرون في الطريق انبسطت جدا أن الحريم يدخلون من باب والرجال يدخلون من باب. فقلت في نفسي: أنا أوصي بنتي تدخل ثم أعود إلى الفندق لأمارس ما أريد أن أفعله من أمور، وعندما تنتهي الصلاة أروح أجيب البنت وخلاص. شوفوا بقى، يعني فأولئك يتوب الله عليهم، يعني عندما يريد الله التوفيق للتوبة. يقول: فعلا وصلتها ورجعت، وأنا راجع قابلني أحد أصدقائي، قال لي: أنت رايح فين؟ قلت له: لا لا أبدا، أنا رايح بس السوبر ماركت هجيب طلب. قال له: معاك يا أخي، بس روح أنت، أنا لن أتأخر. يقول له: أبدا، أنا معك لن أتركك. يقول: وفعلا دخل السوبر ماركت معي، وبعدين كلما أدخل مكان ورايا أحاول الهروب، ما فيش فايدة. فقلت في نفسي: خلاص أنا لله الأمر. فذهبت معه، وصلنا إلى باب الحرم الذي سندخل منه، ويقول: وجدت رجلي تثبتت في الأرض كأنها تسمرت بمسامير. الرجل دخل وأنا لا أنا قادر أدخل ولا قادر أرجع مرة أخرى. ونظرت في الناس فوجدت هذا يصلي وهذا يبكي وهذا يقرأ قرآن وهذا ساجد وهذا كذا وهذا كذا. خلينا من موضوع الرقية الآن. فيقول: إلى أن بارك الله لي
ودخلت فجأة ونويت وصليت ركعتين، وكأن الله أخذ قلبي وأعطاني قلبا آخر. يعني بعد أن انتهيت من الركعتين وجدت نفسي إنسانا آخر، لأنه يقول أنا واقف على الباب، مر علي شريط حياتي أمام عيني. وقلت أنت يا واد هتفضل حيوان كده إلى متى؟ ليه تفضل حيوان كده؟ يقول المهم خرجت هاتفت أولادي، نقحوا أموالنا، ردوا المظالم لفلان، افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا، وأنا لن أرجع إلى مصر خلاص. يقول وفعلا نفذوا وكذا ويقول يعني الحمد لله بعد أن نقحوا الأموال كانوا يرسلون لي مبلغ طيب أعيش منه. وجلست في المسجد النبوي تقريبا يقول يمكن يدوب أذهب لأنام ساعتين فقط في الليل، من أول ما كانوا يفتحون المسجد إلى أن يغلقوه في الليل. يقول وأنا جالس في المسجد يقول حفظت القرآن الكريم كاملا بفضل الله، وحفظ الصحاح الستة، ويعني كان يتكلم ويفسر في آية وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يا سلام، ما هذا الكلام الذي يقوله؟ وما تلك المعاني التي يقولها؟ وما شاء الله ربي فتح له الباب. ويقول جلست سنتين وأنا مخالف للنظام، ما عندي إقامة والناس يهددونني، قلت والله أنا متوكل على الله. ويقول أذهب إلى مكة وآتي من مكة وأذهب لأعتمر وأذهب لأؤدي فريضة الحج، ولا أحد يسألني إلى أين أنت ذاهب. يعني يقول ما في واحد مرة سألني ولا سأل من معي في السيارة، ألا يجوا عند سيارتنا ويشير إني يلا. فهذا من توفيق الله. فيقول يعني الحمد لله رب العالمين، إلى أن فتحوا باب الإصلاح هناك تسوية أوضاع المتخلفين، فمن الله عليه بمن أخذه على كفالته وأخرج له إقامة نظامية. ويقول كان الإخوة السعوديون يتسابقون في تجهيز الإقامة لي. ويقول أرسلت بقى أحضرت زوجتي وأحضرت بابنتي هذه وأحضرت أولادي، والحمد لله رب العالمين أنا أقيم ها هنا. وبفضل الله تبارك وتعالى ربي كتب له التوفيق والهداية. ولذلك الإخوة الملتزمون لا تعب على أحد، ما تدري ربما يأتي يوم ويكون أفضل مني ومنك، ما تدري ربما يكتب الله له الهداية وأنت لا تدري. على رأي اللي كان كاتب الآن، ما أدري مين فيكم، يعني من كان يظن أن هذا سيختم الله له بتلك الخاتمة ويصل إلى تلك المرحلة، وجلوس في المسجد النبوي أوقات طويلة، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني له مكانة عظيمة. فالمهم بقى الشاهد، البنت وأسلوب دعوتها. بعض الشباب ربي يهديهم، وبعض البنات لا، أموالك حرام والأكل معك حرام، ولا آكل من أكلك أبدا ولا أعيش معك، ويهجر أباه أو تهجر أباها وتهجر أمها وتهجر.
ما هذا؟ أين دعوتكم؟ أين أسلوبكم الذي تعلمتموه من محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا أرى أن دعوة البنت كانت سبب الرئيس استدرجته وحاولت معه وصبرت عليه ويعني بذلت كل الجهد في سبيل أن يكتب الله لوالدها الهداية. وشوف ما شاء الله، كانت الهداية هي سبب رئيس فيها. يعني نحن ينبغي أن نتعلم هذا بحيث أن نحن نفعله في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. يبقى احنا دورنا أن ندل ونرشد، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا هنا تكون نافية، ولا تسأل يعني لا تسأل عنهم، دعهم خلاص، أنت لا تسأل عنهم ولا تسأل عنهم، فأنت لست مسؤولا عن أحد، وإنما هم بما قدر الله لهم أو عليهم سيكونون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاول مع عمه أبو طالب، وأنتم تعرفون، حاول وقال الله له إنك لا تهدي من أحببت، ومع ذلك يعني قال سأستغفر لك ربي، أراد أن يقلد خليل الرحمن، عاتبه الله تبارك وتعالى وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن دورنا الدلالة والإرشاد، والدلالة والإرشاد بسلوكنا أهم وأفضل من الدلالة والإرشاد بالكلام، لأن الناس قد لا يحسنون الكلام. يعني أحيانا واحد يجي ينصح يجرح، وتجد الآخر قد نفر منه وما يقبل منه كلامه. وأيضا الملتزمون لا يضعون أنفسهم موضع شبهة، وهذا هو معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون المؤمن فتنة للذين كفروا؟ وكيف يكون الملتزم الآن فتنة لغير الملتزم؟ أن يرى في موطن تعامل أو في موطن كلام أو في مكان ما لا ينبغي أن يكون فيه، فالناس يرونه فيقولون شوف شوف الملتزئ، شوف الشيخ ماذا يفعل وماذا يتكلم إلى آخره. فأنت لا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عنهم. ماشي. عندنا بعد ذلك جملة، نعم تصدر أفعال كثيرة كثيرة جدا في قول الله تبارك وتعالى، قال لا ينال عهدي الظالمين. قال لا ينال عهد الظالمين، هي ما فيها قراءات إلا فتح الياء وتسكينها، وهذا ياء الإضافة أو ياء المتكلم لا علاقة لها، لكني سأتكلم في أمر فيها باعتبار اللغة، لأن أهل اللغة يرون أن الظالمين ينبغي أن تكون مرفوعة لأنها هي الفاعل، من وجهة نظرهم أنها هي الفاعل. لا ينال عهدي الظالمين، خلي بالكم معي، احنا عندنا عهدي هي الفاعل،
يعني لا ينال عهد الله الظالمين. الفعل ينال من الأفعال التي تقع من الطرفين، من الفاعل ومن المفعول. فالذي ينالك أنت تناله، فلا مانع من أن تنسب إلى المفعول في الأصل أو إلى الفاعل في الأصل، يعني تنسب إلى أحد الأمرين. لكن خلي بالك، عهدي ها هنا هي الفاعل، والظالمين مفعول. لماذا؟ لأنه لو كانت الظالمين هي الفاعل وهي المرفوعة كما يقولون، كان لمن نال عهد الله دور في أن يناله، وهؤلاء حرموا منه لأنهم لم يبذلوا الجهد ليصلوا إليه. قد لا ينال الظالمون عهدي، يعني لو كانت الظالمون لقلنا بأن عهد الله عندما ناله البعض فكان لهم يعني دور وجهد فيه، إنما ليس الظالمون هم الذين لا ينالوه، لا، عهد الله هو الذي لا ينال الظالمين. وصلت ولا صعبة لسه؟ لا، مفيش فعل محذوف تقديره أعني، لا. وإنما كما قلت عهدي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الدال، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. ماشي. وعهد مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، والظالمين مفعول به. يعني من الذي لم ينل من؟ عهد الله هو الذي لم ينل الظالمين، وليس الظالمون هم الذين لم ينالوا العهد. لأن لو كانت الظالمين فاعل، لا ينال الظالمون عهدي، ماشي، يبقى الظالمون كان لهم دور في الوصول إلى العهد، وهم ظالمون لم ينالوه لأنهم لم يفعلوا ما يستحقون به العهد. لكن عهد الله هنا اصطفاء واجتباء من البداية، لأن خليل الرحمن عندما قال الله له إني جاعلك للناس إماما، فطبعا خليل الرحمن سأل عن ذريته، قال ومن ذريتي يا رب، يعني لأنه يعلم أن أجله منتهي، طب الإمامة ستظل في ذريتي، فأجاب الله إجابة لا إيجابية ولا سلبية بناء على طلب الخليل، يعني لا قال له لا ولا نعم، لكنه قال عهد الله لا ينال ظالما، عهد الله لا ينال ظالما، لأن عهد الله اصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى، وليس بناء على جهد منهم الرسل والأنبياء. ولذلك ديك فيها إشارة إلى أن من ذريتك من سيكون ظالما، ليس الكل طبعا،
وإنما منهم من سيكون ظالما. ولذلك هناك وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما إيه محسن وظالم لنفسه مبين. ولذلك خليل الرحمن عندما دعا بالرزق، العهد هنا الاصطفاء للنبوة والرسالة، عهد الله هنا الاصطفاء، لأنه قال إن الإمامة، قال إني جاعلك للناس إماما. طيب ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. يبقى هو الاصطفاء للنبوة والرسالة، فعهد الله لا ينال ظالما. ولذلك لما دعا خليل الرحمن بأمر الرزق قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله، ده قيد طلب الرزق للمؤمنين فقط. قال الله ومن كفر، يعني ليس الرزق مثل النبوة والرسالة، لا، الرزق للجميع. يعني خليل الرحمن فهم أن كما لا ينال عهد الله الظالمين إذا لا يدعو لهم بالرزق، وإنما يدعو لمن آمن. فقال الله ومن كفر، لأنه بناء على هذا الفهم. والله أعلم، لعلها وضحت. طيب في قول الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الكسر في الخاء وفتح الخاء. قراءة فتح الخاء واضح أنها إخبار، إخبار عن الأمم السابقة من الناس أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأن هؤلاء الناس اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ماشي. وكما تعلم أن المؤمنين كانوا يرون حرجا في الصلاة خلف المقام، لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا حائل بينهم وبين الكعبة، حتى قيل إن خلفه يتركونه فارغا، ما أحد يصلي فيه. وهذا الأمر كان يعني يشغل بال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر يدعو يا رب، وقال يا رسول الله أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله تلك الآية بتلك القراءتين، إخبار بأن من كان قبلكم كانوا يتخذون من مقام إبراهيم مصلى، وأنتم اتخذوا بالأمر، فعل أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى إذن حتى يبين الله تبارك وتعالى أن اتخاذكم من مقام إبراهيم مصلى ليس بدعة، وإنما
كانت الأمم السابقة تتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فالقراءتين أفادتا هذان المعنيان. المعنى الأول أن الأمم السابقة اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والثانية بالكسر بالأمر أن أمر من الله تبارك وتعالى أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يبقى إذن للقراءتين دور في المعنى، وهما مرادتان هاهنا، والله أعلم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهناك في سورة الحج: أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ما الفرق بين العاكفين والقائمين؟ يعني لماذا موضع البقرة للطائفين والعاكفين؟ يا جماعة فقط. لا، ده معنى دقيق ويجعلك تعرف المتشابه اللفظي وتحفظ المتشابهات. العكوف هو الإقامة الدائمة، العاكف هو المقيم إقامة دائمة، القائم هو الذي أتى إلى الحرم لمهمة وسيعود بإذن الله. هناك والقائمين لأنها في الآيات التي تتكلم عن الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إلى آخره. فالقائمون هم الذين يأتون إلى الحرم لتأدية فريضة الحج. أما العقوف فهو الإقامة الدائمة. ولذلك خليل الرحمن: ما هذه الأصنام التي أنت هناك، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني لها مقيمون كده، ملازمون، ملازمة دائمة. وبرضو هناك: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ماشي. إذا العكوف ليس مجرد الاعتكاف، وإنما هو عكوف يعني إقامة لازمة دائمة مستمرة في الحرم. وحتى لا نجد عكوفا هناك، يعني الواحد يذهب يجد أناس يمكن يراهم في كل مرة موجودون، لأنهم مقيمون. هناك ناس مقيمون في الحرم كمان، مش حتى لهم بيت يعني وكذا، لا، يقيمون في الحرم ذاته. والقائم هو الذي أتى ليؤدي فريضة الحج ثم يعود إلى أهله ووطنه. وسنتوقف هنا، وبإذن الله نكمل في لقائنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أرجو أن يكون الكلام واضحا ومفهوما. بارك الله فيكم جميعا.
تفضلوا بالسؤال. نعم. طيب هذه إن شاء الله نؤجلها للقاء القادم، لأني كأن عندي ارتباط الآن، وإن شاء الله بس يذكروني في البداية على طول نبدأ بها إن شاء الله. ماشي بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.